الشيطان الرجيم خير ينذر شديدا من لدنه ويبقى يعمل صالحات أجرا سورة الكهف الآية 2. متى سيمنح ذلك الأجر؟ تلك الحياة وفي الآخرة ما هو الحياة؟ هو الإلحاد الإمام المهدي والمسيح عليهما هم سيمنح الإمام المهدي المسيح ما يقول عيسى للمهدي أو أنت الإمام وأنا ولا إله يقول أقسم بإلك ثم يقضي الأمر ما يقول عيسى أقسم بالولاء لك لا يستطيع أنه يؤمم بعد ذلك وسيفعل الإمام للإمام ويأم حيث أن إمامة المهدي تأكدت حين المسيح عيسى بالولاء عندما تقر إمامته يحق له كإمام أن يؤمم أي شخص لإمامة لقدرة أي فعيسى يمكنه أمم من الله فالمسيح إمام أيضا لا إمام المسيح عيسى عبد المسيح عيسى حفظه لكن تلك المعنى كاد تكون مجهولة هو حفظ جبيت الله وذهب وفق حيث يقول إنه سيكئ على شخص نبينا صلى الله عليه وسلم أن أحد هو النبي السلام الشخص الثاني لكن الله وحده يعلم من هو هو رأيه للحج ناسكه متكئا على اثنين ويقول إن يطوف بال متكئا بين شخص أحدهم المسيح والآخر هو الخضر عليه السلام عندما نشأت كالأحداث رأهم الثلاثة وليس الثلاثة وانتظر عليه السلام إلا صلى الله عليه وسلم رأى كانوا ثلاثة إذا استطعنا من زاوية مختلفة ربما رأينا ازدحام رأينا الملائكة وجدنا ميكائيل يحطون بآلاف الملائكة أجر المؤمنون فذلك الأجر هو الجنة إلا أن اختبارات الجنة مذكورة ضمنيا بأنها اختبارات نمونية ذكر في الدنيا بعض الرسل فقط اسماء قليلة ذكر 124 ألفا ولكن حتى رقم قليل مقارنة بتعداد العالم قارن بعدد الناس الذين عاشوا حتى يوجد مليار إنسان في العالم 104 فهو رقم ضئيل.